انت عايز مننا ايه؟ انت عايز اوه اوه ارجع انت ارجع ورا بس اهدوا بقى بس عشان جاي محدش يتكلم ولا صوت ولا نفس ماشي اهدى ولا تأذينا ولا نأذيك لف بسرعة بس حسن حسن يا لهوي انا عايزك النهارده تجمد قلبك وما تخافش من اي حاجه انا جبتك انت معايا مخصوص عشان اعمل لك طعم للكائن الابيض ونعرف نجيب رمضان اي حاجه هتحصل حواليك تديني صفار على طول تمام تمام انا عايزك راجل معايا سنه تمام ما تخافش وانا مش هسيبك وهكون معاك خطوه بخطوه كل اللي هتعمله هتمشي كده الكائن الابيض هيهجم عليك اول ما يهجم عليك على طول تلف من ورا النخل ده وتجيلي هنا هكون انا جبت رمضان تمام راجل بصوا يا شباب المفروض دلوقتي انا جبت سنه معايا وهنعمل طعم للكائن الابيض بحيث اللي احنا نوقعه في فخ انا رصيته هناك هنا بعد كده نجيب رمضان مدحت ونتوكل على الله من هنا الكائن اللي بيتاخد من هنا رمضان مدحت وباذن الله باذن الله هنجيبه النهارده اهم حاجه تصلي على النبي في الكومنتات وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدي لايك لاخواتك وتقدر تعبنا بص المكان اللي احنا جايين فيه عامل ازاي والله العظيم احنا في مكان ما يعلم به ربنا والنهارده انا هضحي بشاب صغير وهحطه انا عايز اقول لكم مش في مغامره او مش في موقف انا هحطه ما بين حياه والموت لان هو هيكون في مواجهه الكائن الابيض النهارده فباذن الله باذن الله هنرجع برمضان مدحت وهنرجع بسنه ومفيش اي حاجه جاهز يا بطل انا عايزك تعدي من هنا وهو واقف في الجزء ده تقريبا اول ما يطلع وراه هتيجي كده جري ما تخش ورايا من هنا تمام هو موجود في الكشك الابيض اللي هناك هنا او المبنى الابيض ده يلا بقى ربنا يسلمك حسن تعالى معايا بره بالراحه يا سنه احنا هو موجود هنا بسرعة لف بسرعة من عندك بسرعة بص 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 بيجري وراه اهدى بقى اهدى هو فين بس اهدى اهدى تعال هنا بقى وقع 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 بالفخ تعال سن هنا تعال هنا بسرعة بس تعال معايا تعال تعال سن بسرعة انا ما شفتش حدا انا وبدري كده حسن هو رمضان هنا حسن نعم كنت انا ببص على ورا الشجر ده انا هبص عليه بسرعة اجري تعالى حتى بيش تعالى 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 رمضان ولا ايه تعالى تعالى بسرعة هو راح فين تعالى بالمنزل بس اهدوا بقى احنا عايزين نطلع من هنا تعالى كده حسن جاي تعالى كده انت عارف تطلع من الحتة دي علشان مليانة كلام مصغور عايزين نستخبى هنا ونطلع من باب اليمين اه طبعا كل حاجه بعدين بتطلع دلوقتي من عايزين نستخبى كنت هو ماشي على السوق هو فين ما اعرفش نور هنا طيب الله الرحمن فين انت شايفه رمضان انا مش شايفه فين اهو اهو بس ايه كله وقف ايه ده لا وقف استنى عشان الكائن اللي صوب بيقعد جوه اه المبدلة تنزل انت فوق نط بس بالراحة استنى اهدى استنى نط هما الأول عدى رمضان اخلص امسك ابعد على الموضوع خد حسن الحق ده جه جه بس ارجعوا اهدوا اهدوا عشان جاي علينا اهدوا ارجع ارجع امسك حسن امسك التليفون خليك مع رمضان حاضر طب انا اعمل ايه يا حسن؟ انت بتهزر على رمضان ايه وقع مش كده اه معلش يا سنة هاتي حسن يا جدعان الموضوع خطير جدا المرة دي احنا اخدنا رمضان مدحت وحسن وسنة والحمد لله مفيش حد فينا اتأذى بس مش عارفين هو راح فين تعالى حسن هنا ده بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارجع يا حسن ده اجري غنم كده بسرعة حسن بالولع دي اجري بقول لكم ايه كله نام في الترعة دي بسرعة اخلصوا خدوا بالكم عشان فيها تعابين ناموا هنا
نايم نايم، ما فيش اي حل تاني. نام هنا، اخلص، نايم بس، نايم كده. ايوه كده، اخلص تحت الحنجة بس. استنى انا كمان هنا بس، اهدوا بقى بس عشان جاي محدش يتكلم ولا صوت ولا نفس. هو يعدي هو بيدور علينا دلوقتي. ولا حركة يا رمضان، ولا حركة حسن، سنة ولا حركة. بسم الله الرحمن الرحيم، اوعى تتحرك، اوعى حد يتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ بسم الله، ما يتحركش. اخذ سنة، اخذ حسن. ماشي ماشي، سيبوه 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 ياخده. تعال تعال سيبه سيبه، بالله عليك ما تأذيهوش. حسن ما تخافش، ما تخافش ولا تتكلم. اوعى تفتح بقك، اوعى تفتح بقك. استنى امسح الكاميرا. استنى ايه؟ بص، فاكر المره اللي فاتت غفله بيكسر اللي كسر ايده؟ الكاميرا من فوق بسرعه يا كوتا. امسك راحته بسرعه يا كوتا. طب اهدى اهدى، هات عصا رمضان، هات عصا دي. اهدى، ما حدش في الارض. ارجع انت رمضان، ابعد عنه، سيبه ارجع 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 ورا، ارجع على حسن. بس كوتا رجع رجع، هات حاجه. تعال هنا بسرعة، تعال هنا بسرعة، هات الشبكة اخلص يلا. احنا بنيجي فيك حاجة يلا؟ طب عدى عدى كده بسرعة. تعال هنا. اوه رجليا. تعال هنا جاي، بص كده، بص كده يا غرب. تعال هنا، تعال اطلع اطلع كوتا. انا هقع. عدى سنة بسرعة معنا. خد التليفون لحسن، معلش. خد حسن، خد حسن، خد حسن. انت التليفون سيب دي، شوفوا كده فين، شوفوا فين. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو جاي طالع اهو. يا عم اخلص، لا جاي ورانا جاي يا جدعان. الموضوع بقى صعب جدا. رمضان تعالى هنا، تعالى هنا. هو قابلك حاجه؟ بص فين، انا بكلمك انت كويس. وانت حسن فيك حاجه؟ تمام، بس دراعه جامد. معلش شوف كده هو فين. انا مش شايف حاجه. ايه ده، كان هو دخل عليك؟ ايه ده، ما تقربش. جاي ما تقربش، ما حدش يحد بحاله ولا حد يقرب عليك. اثبت اثبت، انا هضربك دي وهتجري من الناحيه الثانيه. ارجع ارجع بس، انا ما حدش يحد حاجه. انا هرجع، انا هرجع ورا. انت عايز مننا ايه؟ سيبنا في حالنا بقى. اهدى تعال كده بسرعه، تعال كده على حسن. يا جدعان الموضوع دلوقتي بقى صعب جدا، خاصه اللي احنا ما بقاش معانا اسلام ابن السعيد، وميزه النهارده مش موجود. اسلام ابن السعيد تعبان جدا وفي المستشفى، هيعمل عمليه. بالله عليكم ادعوا له دعوه حلوه وباذن الله يرجع معانا بالسلامه. احنا دلوقتي موجودين هنا ومش عارفين نعمل ايه. بالله عليك اللي عنده حل يكتب لنا في التعليقات، واي حد عايز يشاركنا في النصيبه السوداء اللي احنا فيها دي يقول لنا. هو دلوقتي اختفى، احنا خايفين نطلع من هنا يظهر لنا، وفي نفس الوقت خايف اعدي السور ده. الله اعلم السور ده ورا ايه. ربنا يستر. تعالى حسن، تعالى تعالى سلم يا ابو. حسن ده وراك، ورايا. هو عايز مني، انا عايز اعرف. هو شكله عايز حسن ده كده. مش عارف، ركز ايدك يا حسن، ركز ايدك يا حسن، ورينا كويس. مش طالب هي دلوقتي خالص. انت شكلك في حاجه رايح نفسك بيها. ايه ده، ايه ده، احنا نيجي نضربه. هنيجي وانا هضربه. هنجري ازاي بس؟ ايه ده، هو اخد ايه؟ يا نهار ابيض. لا ارجع 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 ورا. يا نهار ابيض، ارجع ورا. ارجع ورا عشان نمسك الحاجات دي. على فكره هو بيحبس اطفال صغيره هنا، الاطفال اللي خطفها ودبحها واللي لسه عايشين حبسهم هنا. تعال نبص فين، تلاقي اي حد من كده ولا اي حد. ما تعرفش على ما اقدر اكل. تعالى مش حل فين عشان جاي. هو والله جاي، بص كده جاي. اه جاي. ايوه تمد لسه قبل ما يشوفنا ويجي. تعال هنا
خلص ميدي خليكم تعالوا. ايه ده؟ بص ده في ست جوه. سمعت؟ انا ايه ده بقى؟ بص فين؟ بص كنت ماسك بتاع قد في ايده. ايه ده؟ ايه ده حسن عشان ما يهجمش علينا. ايه ده عشان ما يهجمش علينا. كل يوم ما حدش يتحرك. واحد هتخلص عليه. طب احنا كده اتحوطنا ولا ايه؟ لا ركز معاه واحد. خلاص كله ركز معاه هو. ارجع ارجع ورا ارجع ورا. اصوات دي يا جدعان. طب ايه اتحوطنا؟ لا بقول لك انا هاجم عليها اضرب رجله لف انت ماشي اخلص انا اشد البتاع اللي معايا دي استنى اضرب رجله واجري اضرب رجله واجري لا لا اجري انا مراه عايز تيجي خدها خد دي استنى سبعه لا 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 وما حدش يتحرك لو جه كل يوم كل يوم هنا لو حد لو جه محدش يتحرك يا رمضان بس انا حسيت حد حسن بس حسن لا ما حدش يتكلم بقول لك ايه لو جه بس ما حدش يتحرك عشان جه ما حدش يتحرك عشان جه يركز معانا هو دلوقتي هيجي هنا هديله بالرجل هوقعه وانا اخد بعدين ورجلي تمام وباذن بس ما حدش يشرب ولا حركه ولا اي ده امسك التليفون يا ده طب ماشي 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 اهدى ولا تاذينا ولا ناذيك بسم الله الرحمن الرحيم ارجع ورا ارجع ورا هات الكاميرا هات التليفون اللي في ايدك اهدى محدش يقرب عليه هات له برجله واخد التليفون منه ماشي اهدى 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 بس لا. بس اهدى محدش يقرب عليه ايه غلطت انا محدش يقرب محدش اه ارجع ارجع خدت التليفون وايه مات لا مش بس ما حدش يضرب بس ما حدش يضرب بس ارجع ورا ارجع ورا هو صح ارجع ورا سنه ارجع ورا حسن ارجع لمرا انت لكم حد يقرب عليه تعالوا كده بسرعه هو بيعمل ايه دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم انت اديته ضربه جامده قوي كنت الحمد لله اهدى عشان ورا الشجره دي هو ورا الشجره بيحاول ارجع يا سنه ارجع يا سنه يا سنه ارجع تروح فين لما ياخدك دلوقتي واحنا نجيب رمضان انت تروح مننا ارجع يا عمار هي غلطتي ارجع حسن بصوا يا جدعان المكان اللي احنا فيه عامل ازاي بالله عليكم تقدروا تعبنا بالله عليكم اللايك مش هيخسركم حاجه ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس اهدى اهدى بصوا جاي ورانا عامل ازاي امشوا امشوا انتوا امشوا انتوا امشوا انتوا بسم الله الرحمن الرحيم بصوا يا جدعان شكله عامل ازاي بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ايه تعالوا من هنا لف من ورا لف من ورا بسرعه اخلص يا سنه بسم الله الرحمن الرحيم لف يا سنه تعال هنا تعال نخلص تعال هنا يا سنه نخلص امشي محدش يتحرك انا نفسي اخلع له القناع اللي هو لابسه واشوف وشه الحقيقي بس بخاف ايه ده يا رمضان تعالى يا حسن هنا اه اخد سن بس اهدى 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 بس اهدى خلاص هنجيبه اهدى اهدى ما تخافش يا سنه خد يا حسن امسك التليفون خد خسرتها اوعى ايدك بالراحه في حد يمسك ازاز كده امسك اديله بيها كده الجسم كله متقطع وكله دم اديله بيها متأثر عدى السور الناحيه الثانيه اه لفنا 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 لف بسرعه بس اه حسن حسن يا لهوي ابعد يا كوتا تعال تعال معلش 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 فين الشيف تعال هات تعال معايا يا حسن خليك هنا رمضان توصلنا اتبلوا انتوا هنا خليكوا هنا يا حسن كوتا بيجري على سن كوتا يا كوتا جري وراي جري وراي معلش معلش هنطلع من هنا باذن الله يا جدعان بالله عليكم اللي عنده حل ولا نعمل ايه احنا النهارده لو ما طلعناش من هنا هنموت زي ما انتم شايفين بيطاردنا بجد ووقع سنة ازاي
على كده. اهم حاجه ان احنا نطلع من هنا. الاصوات اللي احنا فيها والاصوات اللي حوالينا. تعالى كده حسن، خليك مع رمضان. احنا كده عايزين نطلع من هنا في اقرب وقت. مد هنا اهو. بصوا يا جدعان، انا بجد عايز اطلع من هنا، فبالله عليكم اللي عنده حل يقول لي. لو انت شايف اللي انت في دماغك حل دلوقتي اكتبه لي في التعليقات. ولو انت عايز تيجي معانا رحله البحث الجايه واحنا بنخلص على الكائن ده وبندور على الكائن الاسود علشان نخلص عليه ونخلص الناس من شره، اكتب لنا في التعليقات دلوقتي. انا معايا سنه ومعايا رمضان مدحت اصغر وافضل لاعب في مصر. رمضان مدحت هو اللي جايبنا. الراجل ده بيتعب معانا بجد، فبالله عليكم تقدروا تعبه وتقدروا تعبنا واحد واحد، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدي لايك للفيديو. عايز تقول حاجه؟ مش قادر. قول اي حاجه للناس، بس كل اشترك في القناه وفعل زر الجرس، واللي عنده حل يقول لنا. بس كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ارجع خد رمضان. خليك تعالى هنا. تعالى. اوه خد رمضان. عايزين نطلع من هنا بقى يا كوتا. مش حرام كده بقى اللي بيعمل كل واحد خد خدنا انا مره وخد حسن وخد رمضان ثاني مره. احنا عايزين نطلع من هنا يا كوتا بقى. ادرع كسر. استنى بص بقى يا كوتا، شال على كتفه يا كوتا، شال على كتفه يا كوتا. يا لهوي يا كوتا. استنى رمضان ما تخاف. اهدى اهدى اهدى. ارجع ارجع. خافش يا رمضان. دراعي اتكسر، دراعي اتكسر. انا خايف اديله. لا بس اهدى بالله عليك ما تاذيه. ما تاذيش رمضان. بالله عليك ما تاذيه، انا خايف اديله بالرجل رمضان يقف. لا 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 لا. اهدى اهدى. سيبه هنعمل لك اللي انت عايزه. سيبه هنعمل لك اللي انت عايزه. اهدى حسن ما تقربش. اهدى. اهدى يا سنة دلوقتي ما تتكلمش. واخده رايح فين؟ تعالى حسن خليك كوره بره. هديله بالرجل ورا رمضان. بس هو سابه، هو وفر علينا كل اللي في اي حاجه في ايده. بس قرب قرب قرب، ركز معايا. اثبت كل واحد. اثبت رمضان. اثبت. اقرا رمضان. ارجع 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 ورا، ارجع ورا، ارجع. انا عايز اديله بالرجل. ارجع عشان ماسك حاجه في ايده. رمضان ولا حركه ولا نفس، ولا حركه ولا نفس. تعال هنا، تعال هنا. هات حاجه على القط. لا ايه ده؟ استنى هديله البتاع. اقلع رمضان. جت عليك. وقع وقع. تعالى ده قرب بقى، هديك البتاع دي في وشك. ازازه اهي يا جماعه. اديها له في وشه يا كوم. اديها له في وشه. او لما يجي نديها له في وشه على طول. هات كده احسن. لا مش بلاستيك، دي ازاز. مش بلاستيك، دي ازاز. جت فيه؟ لا 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 يا كوتا. ما جتش فيه؟ ما جتش فيه ازاي؟ انا ضغط يا جدعان بالله عليكم. انا مستني رايكم. انا عيني صدقت وعيني قفلت والله العظيم. انا مش شايف قدامي الدنيا كحله زي ما انتم شايفين، والموضوع خطير جدا، وفي اصوات غريبه، والبيت اللي هناك ده الكائن الاسود قاعد جواه دلوقتي، واحنا مش عارفين نعمل ايه، ودماغنا لفت. فبالله عليكم اللي عنده حل يقول لنا. فكر معانا يا عم، فكر معانا. بفكر. هنعمل ايه؟ تعالى حسن خليك معانا تاني. امشي كده امشي كده. يا جماعه والنبي اللي عنده حل يقول لنا. خلي بالك يا رمضان. ايه ده؟ خلي بالك. ايه قاعد ازاي؟ ايه قاعد ازاي؟ ايه ده بقى؟ بص قاعد ازاي؟ يلا يا عم. بصوا يا جدعان بيتصرف ازاي؟ بس محدش يعمل صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. كله يثبت. محدش يتحرك. لا ارجع ارجع ارجع، هيهاجم علينا. عملها المره اللي فاتت. ارجع بالروح، بالروح من غير صوت. ارجع بس بالروحه. ايه؟ خلصنا على الكائن الاسود وصحي تاني. على فكره يا شباب، الكائن الاسود احنا خلصنا عليه وروحه رجعت تاني، لان احنا اكتشفنا ان دي ارواح شريره، يعني مش هتموت غير بالقران الكريم باذن الله. واحنا كل اللي هنعمله اللي احنا هنكتفهم وهنشغل لهم قران لحد اما يموتوا واحد واحد، وكل الاطفال اللي اخذوها باذن الله هنجيبها. اهم حاجه بس انتوا دعمونا، واللي عايز يجي معانا ويقدر يساعدنا يكتب لنا في التعليقات، واحنا هنجيب الناس كلها باذن الله. تعالى يا جميل، هو اختفى دلوقتي. انا مش شايف اي حاجه. بصوا يا جدعان، بصوا الهدوم بتاعت الناس اللي بياخدها، بصوا هدوم الضحايا، بصوا هدوم الضحايا اللي هو بياخدها. بصوا بالله عليكم يرضي ربنا ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اشهد ان لا اله الا الله. كل شاهد، محدش عارف فينا عمره يخلص امتى. اشهد ان لا اله الا الله. محدش عارف هو يطلع من هنا دلوقتي ولا لا. محمد رسول الله. محدش فيكم يعرف هو يطلع من هنا ولا لا.
باللي احنا فيه ده الله اعلم هنطلع ولا لا، وعمال يختفي ويظهر. تعالى حسن منه، تعالى نجري كده عشان نقطف الجزء ده على فكره. يا بص ظهر وراك، شفت اللي انا بقول عليه؟ ايه ده بقى؟ ده المره دي ايه ازاز ده؟ يلا خش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كل يا راي سورة ياسين ياسين والقرآن الفاظ غريبة كله يقرأ القرآن في سره. يا جدعان بالله عليكم اللي عنده حل يقول لنا. بصوا بيتردد ازاي. بص بص حسن ايه ياسين والقرآن الحكيم النبي علم دينما. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال حسن تعال نعدي فيها بسرعة. تعال 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 حسن خدوا بالكم احنا في حاجات غير عماله تنط في ارض صغيره. ايوه انا في كتاب مش عايز اتكلم عشان انتوا ما تخافوش، بس لازم اقول لكم خدوا بالكم عشان ده ممكن يكون جن ومتمكن يتشكل في هيئه قرد في هيئه كلب صغير اي حاجه. خدوا بالكم كلكم. حد سمع الصوت؟ اهو هو 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 اللي عمال يطرد. ارجع بالراحه ارجع بالراحه ارجع بالراحه ركز معاه ارجع بالراحه بالراحه. حسن 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 بره. لا لا اهدى لا اهدى لا 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 بس لا بلاش هيتهور علينا كده. هيتهور علينا وهيخلص علينا واحد واحد. هيتهور علينا. ايه ده؟ اجري يا حسن يلا. خد بالك خد بالك خد بالك هو راح مين اللي هناك ده؟ سن جري ورا سنه قرب يا حسن. اوه وقف الارض. اه ضربه الحق شاله ازاي؟ يلا بس بس اهدى يا سن اهدى. سيب الشنطة سيب الشنطة. اوه انت هات الشنطة يا رمضان اجري إيه؟ هات الشنطة يا رمضان. اوه بسرعة تعالى كده تعالى كده تعالى 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 شيلها يا رمضان. مش قادر شفته قاعد ازاي. تعالى هنا تعالى بسرعة تعالى هنا بيجري. تعال حسن هات هنا هات هنا حسن استنى بس اطلع تعال وريني دماغك تعال مصطفى. اه بس وريني دماغك كده وريني ماشي بس مفيش حاجه مفيش حاجه. انت كويس انا عايز راجل معايا هو بقى معايا كده عشان نقدر نطلع من هنا. في عربيه اهي في عربيه اهي. ده ما فيهاش حد عم كده كنا نادين عليها. طيب بقول لك ما فيهاش حد ما فيهاش حد اهو بص عليها اهو ركز عليها ما فيهاش حد. يعني انت عايز تفهمني العفريت سايق العربيه دي؟ ما فيهاش حد كلها شفناها. على فكره ما فيش حد في العربيه. انت بتهزروا والنعمه بنهزر. يا لهوي يا عم كوتا تعال تعال انا طبيعي يعني عم كوتا انت تقنعني ان في حد هيجي من المكان ده كده. وراك يا حسن وراك وعمال يظهر وراك وخد بالك. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه امشي ورس وراها تعالى كده تعالى هنا اجري كده اجري كده اجري كده. هو شكله عايز موتنا واحد واحد. موتنا مين؟ يا عم كده اللي كانت معانا بتاعت بيها دي. تعالى نور هنا. انا عايز يجي هنا. اوعى ايدك طبعا كده. انا عايز يجي هنا تعالى كده ارجع انا هخلص عليك. تعالى تعالى لو انت جن بقى تعالى فانا اجن من اهلك. يلا ارجع يلا ارجع امسك السيارة تو ارجع تعالى تعالى هنا حاضرين امسك السيارة ارجع ارجع. جدع انا لسه لمستك. خدوا بالكم ده بيحاور انا ما لمستهوش والله العظيم ما لمسته يا جدعان. ده هو اللي بيعمل كده شغل عفاريت. ارجع كده لمسته بقى دي جد بجد كده لمسته كده لمسته بس اهدى لا بس حاجه تضرب بس ارجع ما تحاولش. هقوم هديك واحده لو في دماغك. انا عايز اخد حقي منك. سيبه قرب حسن هنا هو جسمه هي في دماغك. تعال كده سيبه تعال يا كوتا هيقوم هيقوم يشلوحنا يا كوتا تعام 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 تعام
هي كده كده هدومه كلها دم، الدم مش هيبان فيه اصلا. طب اهدوا بقى، اهدوا اهدى كده، ارجع حصان ورا شويه، ارجع ورا شويه، ارجع انت ورا شويه، ارجع. حلو، انا هخلص عليك النهارده. بص وقع ازاي، روح حسن هاته وريني الناس. روح ما تخافش، بص وقع ايه. بس بس رمضان ما تهدفش طول يا رمضان. ارجع ارجع اجري. انا تتت، خلص عليه النهارده. تعالى تعالى تعالى، والله انا خلص عليه النهارده خلاص. انا مش هطلع من هنا غير لما اكله، مش هطلع من هنا غير لما امسك رقبته في ايدي كده وامشي بيها. بالله عليكم يا جدعان ساعدونا، واحنا النهارده هنخلص عليه باذن الله. بص ايه، سيبناش وتمشي، سيبك مش تعبيط يلا ولا ايه. بص كل اللي حصل فيه ماشي ازاي برضو، بص كل اللي حصل فيه ماشي ازاي، هو ما بيتعبش. استغفر الله العظيم. لا بس بس ما حاجه عليه، بس كده حرمه رمضان مش كده. يعني ادي اتحرق فيه، انا ضربته بالسكينه بالازاز، ازازه سرت عامل زي السكينه في بطنه ما حصلوش حاجه. ما احنا هنوقعه وهنجيب رقبته. لا انا لازم اخد رقبته واوريها للناس كلها النهارده باذن الله. بص عامل ازاي، بص يمشي ازاي رغم كل اللي حصل فيه. بص يا جدعان جاي ازاي، يلا ايه ده، ايه ده، مش يعرف يخلعها، مش يعرف. لا تعالوا قبل ما يخلعها بقى، نهنا اكيد تعالوا بسرعه نقفله من هنا كده. انت عم كنت خايف بقى، تعبت. استرجل يلا استرجل. كوتا جاي معايا رجاله ولا عيال؟ فكها يا كوتا. لا ما فكهاش، فكها ايه يا جدعان؟ ما فكهاش، خلاص علينا. ما فكهاش، فين ده؟ ما فكهاش، ايوه ايده ما فيهاش. فكها فكها، لا فكها فكها. اه تعالوا بقى نداري كده عشان لو نزل على واحد هيموتها. ايه؟ مش هنربطه، اول ما يقع على الارض تتصرفوا لي في اي اساس وانا هذبحه. خلاص يا جدعان بالله عليكم، النهارده هنقتل الكائن الابيض قدام الناس كلها، بس كل اللي انا عايزه منكم مساعدتكم، ولا اكتر ولا اقل. تعالى كده اكتبوا لي في التعليقات اعمل ايه، وادوا لايك للفيديو بس، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان عايزين رمضان مدحت يتم 300,000. يا ابني تعالى هنا، يا ابني تعالى بدل ما ياخدك مننا يا ابني، مش وقته لما نوقعها عم رمضان. ما عشان انجبها. تعالى كده جنبك حسن، خد بالك. يا نهار ابيض، خلاص يا نهار ابيض. تعال ارجع ارجع يا حسن. ارجع بس. طب بقول لك ايه؟ نعم. احنا لازمنا حد تاني ونخلص عليه. يا المفروض. انا عندي حل حلو. احنا نروح دلوقتي ونشوف مين اللي هيكتب لنا في التعليقات اللي هو عايز يجي معانا ونجيبه معانا، صح كده؟ صح. ونجيب اكبر عدد من الناس. بصوا يا جدعان، علشان احنا كده مش هنقدر عليه لوحدنا نهائي، انا قررت ان انا هذبحه باذن الله قدام الناس كلها او هولع فيه، المهم اخلص عليه. اهم حاجه الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، ودلوقتي اكتب لي في التعليقات اللي انت عايز تيجي معانا وانا هتواصل معاك وهجيبك. هتوقعه وجبت لك الازازه اهي. ما احنا هنوقعه، بس هنوقعه انت هتعرف تمسكه لوحدك؟ لا. وما بتتكلم ليه؟ لما نجيب الناس الاول، الناس تيجي معانا. يا جدعان بالله عليكم، علشان احنا مش عايزين وجع قلب ومش عايز اخسر اي حد من الناس دي، اي حد يقدر يساعدنا ويقدر يجي معانا يكتب دلوقتي في التعليقات اللي هو عايز يجي معانا، واحنا هنجيب الناس كلها باذن الله. اهم حاجه فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه، وباذن الله باذن الله هنجيب الناس كلها معانا اللي احنا نقدر عليها، اكبر عدد هنقدر نجيبه هنجيبه باذن الله. اكتبوا لي بس في التعليقات اللي انتوا عايزين تيجوا معانا، وادي لايك للفيديو قدر تعب اخواتك. في فيديو ظهر هنا دلوقتي، انت لازم تتفرج على الفيديو ده لان ده نزل على القناه بتاعتنا الجديده، ولازم الكل يشترك فيها عشان بنقدم عليها محتوى جامد جدا. اضغط على الفيديو ده واشترك في القناه اللي الفيديو ده نازل عليها، واحلى مسا عليكم، وربنا يكرم كل واحد مجتهد، ومستني اخواتي اللي هيجوا معانا ويساعدونا. يلا بينا من هنا، يلا 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 رمضان.